خلال الصيف يمكن مشكلة بنعاني منها كلياتنا، خصوصا السيدات، يمكن نتعرض للشمس بفترات طويلة، التعرق نوعا ما، وبنفس الوقت يمكن الهواء المساء بيعرض البشرة للجفاف. مشاكل عديدة، كيف فينا نعالج بشرتنا، نحافظ عليها، نحميها ببعض الماسكات الطبيعية ضمن الإمكانيات؟ لأنه يمكن كمان عم نشوف سلمى، لما أنا بدي أتوجه وأشتري بعض يمكن قصص اللي لها علاقة بعناية البشرة مكلفة كمان، فهي نقطة كتير مهمة. رح نحكي عن هيدا الموضوع مع خبيرة عناية بالبشرة وعلاجها آية صفوان الجوني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني بداية خلينا نبدأ مع حضرتك ونعرف، يمكن كثير من الصبايا أو السيدات حتى الآن بيجهلوا نوع البشرة تبعهم، فبالتالي بيتوجهوا لعلاجات أو حتى ماسكات ممكن ما تكون مفيدة، لأنه هي أخذة ما بتعرف نوع بشرتها أو كيف تحدد نوع بشرتها. خلينا نحكي عن أنواع البشرة والمشاكل اللي بتعاني منها كل بشرة حاليا بالصيف. تمام. هلا أنواع البشرة هي طبعا متعددة. عندنا البشرة الجافة بتتميز بالقشور، أول ميزة لها، بتتميز بالخطوط التجاعيد الرفيعة بنلاقيها على امتداد طول الخد، بعد ما تتطور بتصير احيانا عميقه اذا ما اعتنينا فيها، اذا ما رطبناها، لانه سبب الجفاف التصبغ الرئيسي هو الجفاف، وسبب التجاعيد الرئيسي هو الجفاف. تمام. فنحن كل ما رطبنا البشره ومديناها بالكولاجين بتحافظ على رونقها ونضارتها ولمعتها، اما اذا تركناها بدون ترطيب فما رح، يعني حتتطور التجاعيد من رفيعه لعميقه، وبالتالي حيظهر عنا تصبغات داكنة، هالات سودا. يعني أغلب الصبايا بيقولوا أنه الهالات السودا نتيجة التعب والسهر، اللي أوكي يعني عامل مسبب إله بس ما له عامل رئيسي. العامل الرئيسي للتصبغات هو الجفاف. أنا دايما بخبرهم أن الجفاف يساوي تصبغ فورا. كمان كثير بيجينا صبايا أنه التجاعيد عندهم عميقة بالنسبة لعمرهم، كمان هي نتيجة الجفاف ونقص الكولاجين. عندنا كمان عدم الوقاية من الشمس، التعرض للتكييف بشكل مباشر بهذا الفصل بالذات بسبب زيادة الجفاف. تمام. هذا الشيء بسبب زيادة الأكسدة والجذور الحرة بالبشرة. نحن هون لازم نعطيها مضاد أكسدة للبشرة، نمدها بالفيتامينات، مثل عندنا فيتامين E، فيتامين A، فيتامين C، هي كلها كتير ضرورية لتنشيط تجديد الخلايا والترطيب. تمام. بالنسبة للبشرة النوع الثاني، البشرة المختلطة، البشرة المختلطة طبعا بتكون عندنا منطقة التيزون افرازات دهنية، بتبدا اول شيء بداية بالمسام الواسع الدقيق، بس يتجمع فيها المسام افرازات دهنية بتتطور لبثور سوداء، رؤوس سوداء، بعدين الرؤوس السوداء بتبلش تعطينا حب ناعم دقيق، هون بقى بتبلش تتحول البشرة المختلطة لبشرة دهنية. بكون عندنا بداية الخدود بس، البشر المسام الواسع، مجرد ما زادت الإفرازات الدهنية بتمتد المسام الواسعة لكامل البشرة، وبتتحول بهالحالة من بشرة مختلطة لبشرة دهنية. طيب، يمكن حكينا عن أنواع البشرات بشكل سريع، أي البشرات إذا فينا نقول هي الأكثر صحة؟ هلا دائما الدهنيه بيقولوا انه هي افضل من الجافه. هلا الدهنيه بس اذا ما عرفت الصبيه تعتني فيها، رح مثلا مثل عندك اذا لجأت لاساليب تجفيف الحب والبثور. اساليب تجفيف الحب مثل عندنا معقمات او حبوب معينه بتجفف الافرازات الدهنيه، بتفقد ليونتها، بتتحول البشره من دهنيه لبشره صاحب يعني فيها كثير مسام واسع وجاف. هون بقى صعب كثير ترميمها، يعني هي للاسف اغلب الصبايا. هون بنشوف علاج اخر هو تعديل الافرازات، يعني بحيث ما تكون تماما بترجعي تحفزيها كولاجين، يعني غير ترجعي مثلا تجفيف البشره. تمام. يعني انا بشوف بعض الاطباء الجلديه بيوصفوا حبوب لتنظيم هي الافرازات الدهنيه بحيث تمام، بس هي نفس الحبوب لما عم يكتروا من الجرعات فيها عم يصير عندك مسام واسع وجاف. متى ما صارت المسام جاف فقدت البشره ليونتها، هون بقى تحولت من دهنيه لجافه، متعرض بقى لتصبغات المسام واسعه، الندبات والحفر العميقه، حتى بتترك اثر لعشر و15 سنه. يعني كثير صبايا بيجوا من 10 سنين اخذينه مبين فورا معنا كيف بتسبب هي البثور. هون بقى بتبلش اساليب الترميم مثل اللي عندنا مثلا ديرمابين، ميزوسيرابي، هي الصراحه يعني افضل تقنيه حاليا لترميم المسام الواسع والجاف والندبات.
كمان نفس الوقت اذا تركتي المسام واسع وجاف رح يرجع يعبي نتيجه المواد الكيماويه اللي عم يستخدموها، نتيجه الواقي الشمسي احيانا اذا ما كان يعني مواده طبيعيه هو اكثر شيء بدل على البشره عندنا، الفاونديشن نفس الشيء، هي كلها رح ترجع تعبي بالمسام وبالتالي رح ترجع البشره دهنيه بعد عده سنين تكون صار عندها مسام واسع وجاف وافرازات دهنيه ورؤوس سوداء وردت فاتت المشاكل كلها. اكيد آية كمان اليوم جايبت لنا هيك مجموعه من خلينا نقول الكريمات او المستحضرات الطبيعيه طبعاً. اللي ممكن اي سيده او اي صبيه تستخدمها، خلينا نحكي عن لمين لاي بشره كل مستحضر اذا طبعاً. في مجال تشرحي لنا هلا حكينا عن البشره مكوناته. تمام حكينا عن البشره الجافه بدايه بدنا نبدا بعلاج البشره الجافه اذا كان غايتها الصبيه التفتيح او معالجه التجاعيد فهي ما حتوصل على اي نتيجه لحتى نرطب البشره ونرجع نغذيها. في عندك هون كريم الفيتامين، هذا فيتامين الكيوي والافوكادو، خلاصات الكيوي والافوكادو غني بزبده الشيا كمان، هذا للبشره الجافه. للبشره فينا هلا فينا تقريبا لكل الانواع، بس نظهر شوي على الكاميرا لحتى يبين اللون والمكونات. هو خلاصات الكيوي والافوكادو غني بالفيتامينات، كلنا بنعرف انه الافوكادو هو مضاد التهاب طبيعي للبشره. هل فيه يتركب بالبيت ولا لا لازم يتاخذ من عند حدا مختص؟ هلا هو طبعا يعني نحن بنركبه بنسب طبيعيه متناسبه، يعني انه الماسكات يعني ما الكل بيعرف للاسف يركبه، كثير بيجينا يعني حالات نتيجه الماسكات اللي بيستخدموها بالبيت ما لنا كثير يعني. شو في كمان اذا بدنا نحكي لبعض البشرات والمكونات الطبيعيه؟ كريم الكولاجين. تمام كريم الكولاجين هذا لازم نحن نستخدمه اقل شيء بالليل، يعني هو بمد البشره بالكولاجين بشكل دائم. هيدا تمام اي تمام، هو للعنايه الدائمه لحتى تقاوم البشره على مكوناته كمان. هو مختص استخلاصات الكولاجين الطبيعي وزبده الشيا وفيتامين اي، يعني كل شيء بيرطب البشره وبمدها بالكولاجين الطبيعي. هون عندنا كريم الليمون، هي خاصه للافرازات الدهنيه، هو بيساعد اللي على بيكون عندها مثلا مشكله للبشره المختلطه. تمام. فينا ممكن ولا بس الدهنيه؟ هلا فينا هيك، فينا البشره المختلطه فينا البشره الدهنيه، هو بخفف الافرازات الدهنيه عباره عن زيت الليمون تمام مع زبده الشيا بنفس الوقت، يعني ما بجففها. يعني هو بيعدل الوسط الحمضي للبشره والافرازات الدهنيه، بجفف الحب وبيساعدنا على ترميم المسام تصير من واسعه لشبه ضيقه. فقط في عصير ليمون وزبده الشيا، زيت الليمون وزبده الشيا وفيتامين اي اللي هو ريتينول اي. في يمكن بعض الماسكات ممكن الصبيه تعملها بالبيت، يعني اذا بدنا ننصحها هلا ممكن تحط معلقه زيت زيتون مع معلقه زيت الليمون، بس طبعا بده يكون اصلي يعني الزيت، وبتحط له فيتامين اي هو مضاد التهاب قوي لكل الجسور والرؤوس السوداء. عندنا هون الغسول كمان نفس الشيء، هو فيتامين اي وفيتامين اي. فيتامين اي الهدف منه انه اذا كان في افرازات دهنيه نجففها، وفيتامين اي بيعيد للبشره الترطيب والحيويه، هو مضاد اكسده قوي طبعا. وطبعا كلياتنا بنعرف انه لازم كل يوم الصبيه تغسل بشرتها بالغسول، بس بنفس الوقت فورا ترطبها بعد الغسول. تمام طيب واللوشن؟ هذا اللوشن مرطب للجسم، هو كمان عباره عن زبده الشيا، يعني شبيه بهذا بس هو غني بفيتامين اي واي وسي لترطيب الجسم، كمان نهتم اكيد بترطيب الجسم عنه مثل ما بنرطب البشره. دائما نحن يمكن بنسال سؤالنا الدائم سلمى، هدول المواد الطبيعيه يمكن اقل كلفه اذا بدنا نقول طبعاً. من المراهم البراندات او ممكن نروح لطبيب مختص، بتاخذوا بعين الاعتبار التكلفه الماديه ضمن الظروف طبعاً. الصعبه وقديش يمكن في الصبيه يعني ضمن متداول اصحاب الدخل المحدود؟ فينا نقول لما نقول كريمات مثلا من عصير الليمون او من زيت الزيتون تكلفتهم قد ايه بتكون فعليا؟ ممكن هلأ. اي حدا ممكن يحصل عليهم؟ من 2000 لل5 يعني ما لها تكلفه عاليه. هلا الكولاجين قد ايه؟ هلا الليمون عندك 2500 مثلا. هلا هي اسعار كثير رخيصه كتير بالنسبه رخيصة، لانه يعني هلا ما بدنا نحكي على الماركات، بس اول حدا بيقول لنا سعر بالعاده بيقولوا لنا ضمن الماء تماما بس يعني الماركه الكريم الكولاجين بدك تحكي باسعار. هو كريم الولي تطبيقي الحمد لله صار لي سنين فيهم، يعني هيدا قد سعره؟ هلا هيدا 12000 كولاجين مع نفخ لتعبئه الخطوط الرفيعه والتجاعيد كثير. بس بيقعد هي العلبه اذا بنقول طبعا يعني بدها تقعد 6 شهور فينا نقول؟ لا اربع شهور شهرين تقريبا لانه استخدام صبح ومساء يمكن ما تمام. هلا حسب بقى الحاله اللي بتجيكي، اذا كان جافة مع كريم مفتح فبدها تستخدم كريم مفتح مع الترطيب بالنهار وهذا مره بالليل. اذا كان ما عندها تصبغات بنستخدمه عده مرات باليوم. اللي بزيت الليمون
هيدا فتر الليمون قد سعره؟ 2500 كمان كثير رخيص. عم نحكي عن اسعار معقوله طبعا. واللوشن قد سعره؟ 5000 لانه هو لكل الجسم وبمد معه يعني. بس نحن مثل ما قلت انه ناخذ بعين الاعتبار هلا الوضع الاقتصادي عنا، اللي هي الزيوت الطبيعيه صحيح اصليه وغاليه بس بنفس الوقت هي بالنهايه ماسكات طبيعيه كمان. تمام لنساعد الكل انه يستخدمها اذا قدروا. يعني بدنا نشكرك على وجودك معنا آية وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى اكيد دائما الصحه والجمال لكل حدا عم بيتابعنا. شكرا لك. بدنا نشكرك آية، بدنا نتمنى لك التوفيق خبيرة العنايه بالبشره. ونقطه مهمه جميله يمكن اليوم شفناها مع آية، الاسعار المعقوله يعني اخذ بعين الاعتبار الظروف الحاليه. بنتمنى من الكل يمكن يتقيد فيكي. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. شكرا لك.